هذا وغادر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بحفظ الله ورعايته دولة الكويت الشقيقة بعد زيارة أخوية التقى خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وأخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث تم استعراض مسار العلاقات الأخوية التاريخية وسبل الدعم التعاون الثنائي بين البلدين. وكان في وداع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمطار سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة ونواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين بالدولة الشقيقة وسفيراء البلدين، وبحفظ الله ورعايته عاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أرض الوطن مساء اليوم. رافقت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السلامة في الحل والترحال.